شاشة سندات القبض يتم الدخول إليها من إدارة الحسابات. العمليات سندات القبض. سؤال: متى نستخدم شاشة سندات القبض؟ للإجابة على هذا السؤال نقوم بعرض أهم استخدامات شاشة سندات القبض على النحو التالي. تستخدم شاشة سندات القبض في الحالات التالية: عند بيع الأصول نقدا، وأكرر عند بيع الأصول نقدا. إذا ما تم بيع الأصول بالآجل نستخدم قيود يومية، أما عند بيع الأصول نقدا فنقوم بعمل سند قبض. طبعا هناك فرق ما بين الأصول والأصناف. الأصول هي ما تقوم الشركة بشرائها من أجل أن تستخدم في النشاط وليس بغرض البيع، مثل وسائل النقل والمواصلات، الأثاث، الأجهزة الإلكترونية المختلفة، المعدات والآلات، أجهزة الكمبيوتر والطابعات المختلفة. هذه تسمى أصول، يتم شراؤها بغرض استخدامها في النشاط وليس بغرض البيع، لذلك عند بيعها يتم عمل سند قبض في حالة نقد، أما في الآجل فقيود يومية. أما الأصناف بين قوسين البضائع فإنه يتم شراؤها ومن ثم تخزينها بغرض البيع، ولذلك عند بيع الأصناف يتم عمل فواتير مبيعات في حالة البيع أو أوامر صرف مخزني في حالة الصرف. كذلك تستخدم سندات القبض عند تحصيل واستلام دفعة من الحساب من العملاء المدينين، أي الديون التي على الغير للشركة أو المؤسسة أو المحل التجاري. عند استلامها وتحصيلها نقوم بعمل سند قبض. كذلك إذا ما تم تحويل مبلغ من البنك، من حساب الشركة في البنك إلى الصندوق في الشركة، فإنه يتم عمل سند قبض. كذلك عند اقتراض مبلغ سواء من أحد الموردين كسلف أو كعهد، أو عند اقتراض مبلغ من البنك إلى الشركة، فإنه يتم عمل سند قبض. وهناك العديد من الحالات التي من خلالها يتم استخدام شاشة سندات القبض. كقاعدة عامة، أي مبلغ يتم استلامه أو تحصيله يفضل أن يتم عمل سند قبض لهذه المبالغ المستلمة أو المحصلة. نعود مرة أخرى إلى شاشة سندات القبض. نلاحظ أن شاشة سندات القبض تتكون من جزئين: الجزء العلوي والجزء السفلي. الجزء العلوي يتم إدخال تاريخ السند ورقم المستند والمبلغ المحصل وكذلك رقم الصندوق. فإذا ما ذهبنا إلى رقم الصندوق وقمنا بالضغط على F9 سوف تظهر لجميع الصناديق التي تتعامل معها الشركة، بحيث المبالغ التي تحصل سواء بالريال أو بالدولار أو بالريال السعودي أو بالدرهم الإماراتي، فإننا في هذا الحقل الخاص برقم الصندوق نقوم باختيار الصندوق المناسب. أما الجزء السفلي من الشاشة فيتم إدخال الحساب المتأثر، بمعنى إذا تم تحصيل مبلغ من عميل نقوم بإدخال رقم حساب العميل واسمه والمبلغ في هذا الحقل أو في هذه الجزء السفلي من الشاشة. كذلك عند بيع الأصول نقدا أو عند استلام أي مبلغ فإن الحساب المتأثر يتم إدخاله في أسفل الشاشة. الآن نقوم بعرض أمثلة مختلفة على سندات القبض. التطبيق الأول: تم تحصيل مبلغ 45,000 ريال من العميل عبد الله الخولاني دفعة من الحساب الذي عليه. إذن عند تحصيل أو استلام أي مبلغ من الديون التي عند العملاء لصالح الشركة يتم عمل سند قبض. نقوم بإدخال هذه البيانات في شاشة سندات القبض على النحو التالي.
نقوم أولا بالضغط على زر الإضافة، نلاحظ ظهور التاريخ آليا، نذهب إلى رقم الصندوق ونقوم بإدخاله مباشرة، مثلا بإدخال رقمه، أو بالضغط على F9 مثلا صندوق ريال، ثم نتحرك بالتاب أو بالماوس، نلاحظ ظهور رقم المستند آليا، نقوم بإدخال المبلغ الذي تم تحصيله واستلامه من العميل 45,000 ريال، نتحرك بالماوس أو بالتاب، نقوم بكتابة اسم العميل الذي تم التحصيل منه عبد الله الخولاني. الآن نقوم بإدخال رقم حساب هذا العميل. هناك عدة طرق للبحث على الحسابات في النظام. الطريقة الأولى تتم من خلال البحث عن طريق اسم العميل، ما عليك إلا إدخال رمز النجمة ثم تقوم بكتابة اسم العميل كاملا أو جزء من اسم العميل. مثلا إذا ما كتبنا عبد الله، وقمنا بالضغط على F9، نلاحظ ظهور اسم العميل مباشرة، أو نكتب جزء من اسم العميل، نكتب جزء من اسم العميل مثلا عبد الله ثم F9، نلاحظ ظهور أي حساب يحتوي على كلمة عبد الله أو الخولاني مثلا، ثم F9 نلاحظ ظهور أي اسم أو حساب يحتوي على كلمة الخولاني. الطريقة الثانية، في حالة كنا حافظين رقم الاسم مباشرة ورقم هذا الحساب مباشرة، نقوم بإدخاله مباشرة على الشكل التالي، ثم F9 أو التحرك بالتاب مباشرة، نلاحظ ظهور اسم العميل مباشرة. الطريقة الثالثة هو أن يتم إدخال جزء من رقم الحساب، مثلا إذا كان الحساب الرئيسي للعملاء هو 1 2 3 0 1 ثم F9، نلاحظ سوف يظهر جميع عملاء الشركة. أي في الواقع العملي أنا أفضل أن نكون حافظين 4 حسابات رئيسية، حسابات الصندوق وحساب البنك وحساب العملاء وحساب الموردين، فقط نحفظ الحساب الرئيسي. فبمجرد أن نقوم بإدخال الحساب الرئيسي بالشكل الظاهر أمامكم، مثلا هذا بالنسبة للعملاء حساب رئيسي، ثم ضغط على F9، نلاحظ ظهور جميع العملاء، نقوم باختياره. بس تواجهنا مشكلة في حالة كان عدد العملاء كثير جدا، فأنا أفضل في الواقع العملي أن يتم البحث عن طريق اسم الحساب. الطريقة الأخيرة وأنا لا أفضلها أبدا، هو أن يتم الضغط مباشرة على F9، لكن ماذا نلاحظ؟ سوف يظهر لك الدليل المحاسبي كاملا. فإذا كان معك مئات العملاء أو مئات الحسابات، فسوف تواجهك مشكلة في عملية البحث على الحسابات. لذلك أفضل أن يتم البحث عن طريق الاسم. ما عليك إلا تدخل رمز النجمة ثم تكتب عبد الله ثم F9، يظهر اسم الحساب، نقوم بالضغط عليه مرتين، ثم نكتب بالبيان أو نقوم بشرح العملية، مثلا دفعة من الحساب الذي عليكم، دفعة من الحساب، نقوم الآن بكتابة المبلغ 45,000. في حالة أن الشركة تستخدم مراكز تكلفة، نقوم بالضغط على F9 ونختار المركز المرتبط بهذا الحساب أو بهذا العميل. أما إذا كانت الشركة لا تستخدم مراكز تكلفة أو اختيار مراكز التكلفة واستخدام اختياري، في مثل هذه الحالة نقوم باختيار أي مركز تكلفة. الآن نقوم بعملية الحفظ، إذا ما أردنا مثلا طباعة سند القبض، ما عليك إلا الضغط على زر طباعة. في حالة كانت الطابعة مرتبطة بالكمبيوتر، نقوم بالضغط على نعم. في حالة أردنا فقط استعراض التقرير، نقوم بالضغط على لا. يظهر سند القبض بالشكل الظاهر أمامكم. استلمنا من الأخ عبد الله الخولاني مبلغ قدره 45,000 ريال دفعة من الحساب. الآن نقوم بعملية التأثير المالي والمحاسبي لهذا السند. ما عليك إلى الخروج من سندات القبض، الذهاب إلى قائمة الترحيل سندات نقدية،
ثم نختار سند قبض ونحدد رقم الصندوق بالضبط على F9 أو إدخاله مباشرة، ثم نختار صندوق ريال، ثم نتحرك بالماوس أو بالتاب، ثم نقوم بالضغط على ترحيل. إذا ما أردنا مثلا استعراض سند القبض قبل عملية الترحيل والتأكد منه، نذهب إلى التاريخ وبالزر الأيمن سوف يظهر سند القبض بالشكل الظاهر أمامكم. الآن نقوم بعملية التأثير المالي والمحاسب من خلال الترحيل. يتساءل البعض، ما هو القيد المحاسبي الذي سوف ينفذه النظام آليا؟ القيد المحاسبي الذي سوف ينفذه النظام آليا في سند القبض سوف يكون من حساب الصندوق إلى حساب عبد الله الخولاني. كقاعدة عامة في سندات القبض، حساب الصندوق يكون مدين لأنه أصل زاد، بينما الحساب الآخر أو الطرف الآخر يكون دائن. ولمعرفة ذلك القيد نخرج من شاشة الترحيل، نذهب إلى قائمة التقارير اليومية العامة ونختار نوع المستند سند قبض، نوع القيد نقدا، ونحدد رقم الصندوق صندوق ريال، ثم نقوم بإدخال رقم المستند 1، ثم نقوم بعملية الطباعة. يظهر القيد المحاسبي الخاص بالمستند القبض رقم 1 بالشكل الظاهر أمامكم، من حساب صندوق ريال يمني عبد الله الخولاني 45,000، طرف مدين صندوق ريال يمني، تم استلام عبد الله الخولاني 45,000 ريال طرف مدين لأنه أصل زاد إلى حساب عبد الله الخولاني، أي أن رصيد الصندوق زاد ورصيد عبد الله الخولاني لدى الشركة انخفض. كقاعدة عامة، حساب الصندوق في سندات القبض يكون مدين. نعود مرة أخرى إلى شاشة سندات القبض وعرض مثال آخر على استخدام شاشة سندات القبض. تم تحصيل مبلغ 500 دولار من العميل حسين الحضرمي دفعة من الحساب الذي عليه. إذن عند تحصيل أو استلام أو قيام العميل بسداد دفعة من الحساب الذي عليه أو الالتزام أو الدين الذي عليه، نقوم بعمل سند قبض. الآن نقوم بإدخال هذه البيانات في شاشة سندات القبض على النحو التالي. نقوم بالضغط على زر الإضافة ثم التحرك بالتاب على الكيبورد أو بالماوس، ونقوم باختيار رقم الصندوق بالضغط على F9 صندوق دولار، التحرك بالماوس أو بالتاب، نلاحظ ظهور رقم المستند آليا. نقوم في هذا الحقل بإدخال مبلغ 500 دولار الذي تم تحصيلها من العميل حسين الحضرمي، 500 دولار في هذا الحقل، 500 دولار سوف يظهر المقابل المحلي لها، أي 500 دولار في 215 سعر الصرف يظهر المقابل المحلي لها، البيان اسم العميل الذي تم التحصيل منه حسين الحضرمي، نقوم الآن بالبحث على حسين الحضرمي من خلال الاسم، أي نقوم بإدخال رقم حساب هذا العميل، وأفضل طريقة هي البحث من خلال اسم العميل، معك لإدخال رمز النجمة ثم تكتب حسين ثم F9 سوف يظهر حسين الحضرمي، نقوم بالضغط عليه، البيان نقوم بشرح العملية دفعة من الحساب، نقوم بإدخال المبلغ في المبلغ الأجنبي 500 دولار. الآن نقوم بعملية الحفظ. إذا ما أردنا مثلا طباعة سند القبض الذي تم تحصيله من حسين الحضرمي أو استعراضه، نقوم بالضغط على زر الطباعة ثم نختار لا إذا ما أردنا فقط الاستعراض، يظهر بالشكل الظاهر أمامكم، استلمنا من الإخوة أو الأخ حسين الحضرمي 500 دولار دفعة من الحساب. الآن نقوم بعملية التأثير المالي والمحاسبي من خلال الترحيل. نذهب إلى قائمة الترحيل، سندات نقدية، قبض،
رقم الصندوق يتم اختياره بالضغط على F9، صندوق دولار، ثم نتحرك بزر التاب على الكيبورد أو بالماوس ونختار ترحيل. إذا ما أردنا استعراض السند قبل ترحيل نقوم بالتأشير على التاريخ بالزر الأيمن. الآن نقوم بعمليات الترحيل. ما هو القيد المحاسبي المنفذ آليا؟ القيد المحاسبي الذي سوف ينفذ النظام آليا في سندات القبض هو من حساب الصندوق دولار إلى حساب حسين الحضرمي، يعني حساب الصندوق في سندات القبض دائما مدين، بينما الطرف الآخر أو الحساب الآخر المتأثر دائما دائن. ولمعرفة ذلك القيد يتم الذهاب إلى قائمة التقارير اليومية العامة، نوع المستند سند قبض، القيد نقدا، رقم القيد أو رقم الصندوق صندوق دولار 2، ثم نقوم بتحديد رقم المستند بالضغط على اختيار 2 ثم طباعة. سوف يظهر القيد المحاسبي بالشكل الظاهر أمامكم، من حساب الصندوق دولار طرف مدين وهذا يقابله بالمحلي إلى حساب حسين الحضرمي طرف دائن. كقاعدة عامة حساب الصندوق في شاشة سندات القبض يكون مدين لأنه أصل زاد. نعود مرة أخرى إلى سندات القبض وعرض مثال آخر سندات القبض نقدا. نقوم الآن بعرض مثال آخر لاستخدام شاشة سندات القبض في حالة تم بيع أحد أصول الشركة نقدا. نقوم بعرض المثال. تم بيع سيارة هونداي موديل 2013 بمبلغ 3,800,000 ريال نقدا للعميل ماجد صلاح. أكرر نقدا، في حالة تم بيع الأصول نقدا نستخدم سندات قبض، أما إذا كان بالآجل فنستخدم قيود اليومية كما تم توضيحه في شاشة القيود اليومية. الآن نقوم بإدخال هذه البيانات في شاشة سندات القبض على النحو التالي. نقوم بالضغط على زر الإضافة ثم تحديد رقم الصندوق بالضغط على F9 صندوق ريال، ثم التحرك بالماوس أو بزر التاب من الكيبورد، ثم إدخال المبلغ 3,500,000 ريال، ثم إدخال اسم العميل الذي تم بيع السيارة له، نقوم الآن بإدخال الحساب المتأثر في هذا الجزء. طبعا الحساب المتأثر هو حساب السيارة الهونداي التي تم بيعها، نقوم بالبحث عليها إما بالضغط على F9 أو الطريقة الأسهل والأسرع أن يتم البحث من خلال الاسم ثم F9. نلاحظ ظهور اسم الحساب مباشرة، نقوم باختياره، البيان بيع سيارة هونداي موديل 2013 للعميل ماجد صلاح. نقوم الآن بإدخال المبلغ 3,500,000 ريال، ثم نقوم بعملية الحفظ مباشرة. إذا ما أردنا طباعة هذا السند الضغط على زر طباعة، لا يظهر بالشكل الظاهر أمامكم، مبلغ قدره 3,500,000 ريال، بيع سيارة هونداي بالشكل الظاهر أمامكم. الآن نقوم بعملية التأثير المالي والمحاسب من خلال الترحيل، ترحيل سندات نقدية قبض، ونحدد الصندوق بالضغط على F9 واختياره صندوق ريال، ثم التحرك بالتاب أو بالماوس ونؤشر على ترحيل، ثم استعراض إذا ما شئنا بالزر الأيمن ثم ترحيل. طبعا القيد المحاسبي المنفذ آليا من حساب الصندوق إلى حساب سيارة هونداي. للاطلاع على ذلك يتم الذهاب إلى قائمة التقارير اليومية العامة، نوع المستند قبض، نوع القيد نقدا، ونحدد رقم الصندوق صندوق ريال، ثم نقوم بإدخال رقم الوثيقة 3 ثم طباعة. يظهر بالشكل الظاهر أمامكم، من حساب صندوق ريال يمني 3,500,000 ريال إلى حساب سيارة هونداي 3,500,000 ريال. إذن حساب الصندوق دائما
في سندات القبض مدين. نعود مرة أخرى لعرض مثال آخر على استخدام شاشة سندات القبض. نوضح الآن حالة أخرى من حالات استخدام سندات القبض. في بعض الأحيان يتم تحويل مبلغ من البنك إلى الصندوق، يعني من حساب الشركة في البنك ورصيدها في البنك إلى رصيد الصندوق في الشركة. في مثل هذه الحالة يتم عمل سند قبض. نقوم بعرض التطبيق مثلا. تم تحويل مبلغ 2900 دولار من حساب الشركة لدى بنك التضامن الإسلامي إلى صندوق الشركة، أي أن رصيد الشركة أو رصيد الصندوق زاد. في مثل هذه الحالة نقوم بعمل سند قبض. نقوم الآن بإدخال هذه البيانات في شاشة سندات القبض. نقوم بالضغط على زر الإضافة، ثم نحدد رقم الصندوق الذي تم التحويل إليه من البنك، وذلك بالضغط على F9، صندوق دولار، ثم التحرك بالتاب أو بالماوس، المبلغ الذي تم تحويله 2900 دولار، ويظهر المقابل له بالمحلي. نقوم بكتابة تحويل بنكي إلى الصندوق. الآن الحساب المتأثر في أسفل الشاشة هو حساب البنك الذي تم التحويل منه، ويتم البحث على بنك التضامن بطريقتين، إما عن طريق رقم الحساب أو عن طريق اسم الحساب. عند البحث عن طريق اسم الحساب نقوم بإدخال رمز النجمة ونكتب مثلا التضامن ثم F9، سوف يظهر بنك التضامن الإسلامي دولار. هذه الطريقة الأولى عن طريق الاسم. الطريقة الثانية والتي أفضلها أو التي يتم استخدامها هو أن يتم البحث من خلال رقم حساب البنك. في حالة كنا حافظين رقم حساب البنك نقوم بإدخاله مباشرة، نلاحظ سوف يظهر آليا. الآن نقوم بكتابة وتوضيح البيان، هو تحويل من البنك إلى الصندوق مبلغ 2900 دولار. ثم نقوم الآن بعملية الحفظ. إذا ما أردنا طباعة هذا السند واستعراضه نقوم بالضغط على زر طباعة. إذا أردنا الاستعراض فقط نقوم بالضغط على لا. يظهر سند القبض بالشكل الظاهر أمامكم، تحويل بنك إلى صندوق مبلغ قدره 2900 دولار ثم بنك التضامن الإسلامي. الآن نقوم بعملية التأثير المالي والمحاسبي من خلال الترحيل. نخرج من شاشة سندات القبض، نتوجه إلى الترحيل، السندات النقدية، قبض، ونقوم باختيار رقم الصندوق بالضغط على F9، صندوق دولار، والتحرك بالماوس أو بالتاب ثم نؤشر عليه وترحيل. القيد المحاسبي المنفذ آليا سوف يكون من حساب الصندوق دولار إلى حساب بنك التضامن دولار، لأن الصندوق أصل زاد فهو دائما مدين، وبنك التضامن الإسلامي أصل انخفض فهو دائما دائن. ولمعرفة ذلك القيد نذهب إلى التقارير اليومية العامة، نوع المستند قبض، نوع القيد نقدا، نحدد الصندوق دولار، نقوم بإدخال رقم السند 4 مثلا ثم الضغط على طباعة. يظهر القيد المحاسب بالشكل الظاهر أمامكم من حساب الصندوق دولار 2900 دولار، طبعا هذا المقابل المحلي له بالريال، إلى حساب بنك التضامن الإسلامي طرف دائن. دائما كما قلنا سابقا حساب الصندوق في شاشات سندات القبض عند تنفيذ القيود المحاسبية آليا يكون مدين لأنه زاد. نرجع مرة أخرى إلى شاشة سندات القبض. يتساءل البعض في سندات القبض هل بالإمكان معرفة رصيد حساب مثلا رصيد أحد العملاء من نفس شاشة سندات القبض؟ للإجابة على هذا السؤال نعم، تستطيع ذلك بكل سهولة. ما عليك إلا أن تقوم بإدخال وإدراج رقم الحساب أو اسم الحساب مثلا عبد الله الخولاني ثم الضغط على F9،
نقوم بالبحث على عبد الله الخولاني، وبعد إنزال رقم الحساب تجعل المؤشر عند رقم الحساب، ثم تقوم بالضغط على F2. ماذا تلاحظ؟ يظهر النظام رصيد هذا الحساب، فيظهر رصيد الافتتاح ثم جميع المبالغ التي عليه ثم إجمالي الدائن المبالغ التي قام بسدادها أو البضاعة والأصناف التي قام بردها أو الخصومات التي حصل عليها، ثم الرصيد المتبقي، أي أن رصيد عبد الله الخولاني أو الدين الذي عليه أو التزام الذي عليه هو هذا المبلغ 705,000 ريال. إذن أكرر، ما عليك إلا أن تجعل المؤشر عند رقم الحساب ثم تقوم بالضغط على F2، سوف يظهر كشف حساب أو رصيد حساب هذا العميل. أما إذا ما أردت شكل تفصيلي وتوضيحي، ما عليك إلا الذهاب إلى التقارير، كشوفات الحسابات، حسابات الفرعية، وتقوم مثلا بطباعة عبد الله الخولاني مثلا والبحث عليه، ثم F9، ثم نختار عبد الله الخولاني، ثم طباعة. نلاحظ ماذا؟ ظهور كشف الحساب بشكل تفصيلي، الرصيد الافتتاحي، المبالغ التي قام بسدادها والمبالغ التي عليه، ثم يظهر الرصيد المتبقي عليه، نفس الرصيد الذي ظهر في شاشة سندات القبض عند الضغط على F2. يتساءل البعض، كيف يمكن البحث عن سندات القبض التي تم تنفيذها والتي تم حفظها من شاشة سندات القبض؟ الإجابة على هذا السؤال، يتم الدخول إلى إدارة الحسابات، العمليات، سندات القبض. هناك طريقتين لاستعراض والبحث عن سندات القبض التي تم تنفيذها. الطريقة الأولى من نفس شاشة سندات القبض. الطريقة الثانية من التقارير في إدارة الحسابات. نبدأ بالطريقة الأولى لاستعراض سندات القبض من نفس شاشة سندات القبض. ما عليك إلا الضغط على زر البحث، ثم تحدد رقم الصندوق الذي تم استلام المبلغ إليه بالضغط على F9 أو إدخاله مباشرة، مثلا صندوق ريال، والتحرك بالماوس أو بالتاب، ونجعل المؤشر عند رقم المستند، ثم نقوم بالضغط على F8 ونحدد نقدا مثلا. تستطيع البحث عن سندات معينة من خلال تحديد أرقامها من رقم إلى رقم، يعني مثلا من رقم 5 إلى رقم 10 وهكذا. كذلك تستطيع البحث عن السندات خلال فترة معينة، وذلك من تحديد من تاريخ إلى تاريخ. تستطيع البحث كذلك على السندات من خلال تحديد حساب معين تم إدخاله في شاشة سندات القبض. في أسفل الشاشة لديك 3 خيارات: السندات المرحلة، سندات القبض غير المرحلة، الكل. إذا ما أشرنا على المرحلة وقمنا بالبحث عنها بالضغط على زر البحث، نلاحظ ظهور السندات مؤشر عليها أنها مرحلة. فإذا ما قمنا بالضغط على أحد تلك السندات واستعراضها، تظهر البيانات الخاصة به. إذا ما أردنا مثلا تعديله بالضغط على زر التعديل، نلاحظ أن النظام يخبرك أن هذا السند سند القبض مرحل لا يمكن تعديله. إذا ما أردنا البحث مثلا عن السندات غير المرحلة، ما عليك إلا الضغط على زر البحث، ثم نذهب عند رقم الصندوق ونقوم بالضغط على F9 أو إدخاله مباشرة مثل صندوق دولار، ثم جعل المؤشر عند رقم المستند، ثم الضغط على F8 ونؤشر على غير مرحلة، ثم طبعا نحدد نقدا، ثم بحث. تظهر السندات الغير المرحلة. فإذا ما قمنا باستعراض أحد تلك السندات الغير المرحلة بالضغط عليه، تظهر البيانات الخاصة به. إذا ما قمنا بالضغط على زر التعديل، نلاحظ أننا نستطيع التعديل فيه لأنه غير مرحل. إذا ما أردنا مثلا استعراض جميع السندات المرحلة وغير المرحلة، نقوم بتحديد الصندوق بالضغط على F9 مثلا، ثم صندوق ريال، رقم المستند، ثم الضغط على F8 ونؤشر على الكل، ثم نحدد نقدا، بحث. نلاحظ ظهور جميع السندات سواء كانت مرحلة مؤشر أمامها أنها مرحلة أو غير مرحلة. هذه الطريقة الأولى، الطريقة الخاصة باستعراض سندات القبض من نفس شاشة سندات القبض. الطريقة الثانية من خلال التقارير. فإذا ما خرجنا من سندات صرف وذهبنا إلى التقارير، السندات النقدية، حددنا سندات القبض، لديك عدة خيارات، إما من سند إلى سند أو خلال فترة معينة، تحدد كذلك من صندوق إلى صندوق إذا ما أردت البحث مثلا من جميع الصناديق،
طبعا تحدد تحليلي او اجمالي. تحليلي يوضح جميع البيانات التفصيلية الخاصة بكل سند قبض. فاذا ما قمنا بالضغط على زر طباعة نلاحظ ظهور السندات بالشكل الظاهر امامكم. طبعا هذا السند الاول، اذا ما اردنا استعراض جميع السند نقوم بالضغط فيه على الشاشة على السهم الاسود، صندوق دولار، السند الثاني، الثالث، الرابع، وهكذا تظهر جميع البيانات التفصيلية. اذا ما اردنا البحث فقط على السندات التي تم صرفها من صندوق ريال او تم استلامها وقبضها من صندوق ريال نقوم بالتأشير عليها ثم طباعة، نلاحظ ظهور جميع السندات التي تم قبضها وإدخال صندوق ريال. إذا ما أردنا مثلا استعراض جميع السندات في صفحة واحدة ما عليك الاختيار إجمالي ثم تحدد الصندوق مثلا صندوق ريال ثم طباعة، تظهر بالشكل الظاهر أمامكم بهذا الشكل في صفحة واحدة. نكون بهذا قد أوضحنا خطوات البحث على سندات القبض سواء من الشاشة نفسها أو من قائمة التقارير.